شغف لم تحبطه ظروف الحرب الصعبة، ولم تمنع الفنان السوري سليم مصطفى من تصوير معاناة مجتمعه، إذ باتت واقعاً مؤلماً له ولهم. فن الرسم والحفر على الخشب من أشكال الفنون التشكيلي الذي تمتع به مصطفى بمسيرة دامت نحو 40 عاماً. أنا سليم مصطفى من قرية عين البيضة. طبعاً أنا رسام وفنان تشكيلي، وأعمل كمان في عمل آخر يعني من شان كسب العيش لمسيرتي الحياتية، يعني كأي فنان في العالم. عاد سليم إلى وطنه الأم في قرية عين البيضة بسوريا بعد غربة دامت نحو 25 عاماً. تجول خلالها في الكثير من البلدان العربية، والتقى خلالها أيضاً الكثير من الفنانين التشكيليين. أقام عدة معارض فنية لأعماله داخل سوريا وخارجها، بيد أن الإمكانيات البسيطة والقليلة شكلت عائقاً أساسياً في مسيرته الفنية. مسيرتي الفنية كانت طويلة كتير، يعني منذ تقريباً حوالي 35 للأربعين عام وأنا يعني فنان تشكيلي. طبعاً زرت بلاد كتير، خاصة المغرب العربي، من مصر لليبيا لتونس. هناك التقينا بكتير فنانين. في ثنايا بيته القديم المتواضع والذي امتلأ برسوماته وأعماله الفنية، أظهرت هذه اللوحات طابعاً جمالياً فريداً صنعها بأنامله، إيماناً منه أن ما خطه القلم سيقدم بارقة من أمل لترسم مستقبلاً أفضل من جديد.